الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مشاهدينا الأفاضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد والمتجدد من حصتكم الأسبوعية بلسم، واللي اخترنا فيه اليوم موضوع مهم جدا يخص موضوع يخص الصحة العمومية، ويعتبر على رأس قائمة الأمراض المزمنة، ويسمى أحيانا القاتل الصامت، ارتفاع ضغط شرياني. هذا هو موضوع اليوم إن شاء الله، والذي من أجله من أجل إثراء النقاش حول هذا الموضوع استضفنا ثلة من الأساتذة. إذا باسمكم جميعا مشاهدينا الأفاضل أرحب بأساتذتنا البروفيسور زيتوني نادية، أهلا وسهلا، مختصة في الطب الداخلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متشرفين مدام، لنا الشرف أنك شرفتنا بحضورك معنا في عدد اليوم. شكرا. وكذلك العفو، كذلك بروفيسور مخلوف غني عن تعريف من أبناء قناة القرآن الكريم، أهلا وسهلا بروفيسور مخلوف. سيدة زهرة، شكرا على الاستضافة. العفو، شكرا لك حضورك معنا. وكذلك بروفيسور تبتي، مختص في الأمراض العقلية، بروفيسور ماجد تبتي، مرحبا بك معنا في عدد اليوم. مرحبا بكم، شكرا على الدعوة، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وشكرا لكم على تلبيتكم الدعوة مشاهدينا الأفاضل، وشكرا لكم على اختياركم قناة القرآن الكريم ووفائكم لحصتكم الأسبوعية بلسم. موضوع اليوم كما قلت آنفا يتناول موضوع ارتفاع الضغط الشرياني، هذا القاتل الصامت، هذا الذي يتصدر قائمة الأمراض المزمنة في العدد وفي المضاعفات وفي الكثير من العوامل. إذا مشاهدينا الأفاضل راح نشوفوا مع بعض الروبورتاج من إعداد زميلة حياة يونسيث، ما نعود إلى البلاطو. يعرف ضغط الدم بالقوة التي يبذلها القلب لضخ الدم المحمل بالأكسجين في الشرايين، وقوة الشرايين بين نبضات القلب المتكررة. ضغط الدم هو الضغط الناتج من الدم على الجدار الداخلي للشرايين، الضغط الانقباضي والذي يحدث بعد انقباض القلب، والضغط الانبساطي يحدث بعد انبساط القلب، ويعبر عن ضغط الدم بالضغط الانقباضي على الضغط الانبساطي، مثلاً 120 على 80، ف 120 تعبر عن الضغط الانقباضي و 80 تعبر عن الضغط الانبساطي. ما هو ضغط الدم الطبيعي؟ هو أن يكون ضغط الدم أقل من 120 على 80 مليمتر زئبقي، ويكون ضغط الدم فوق الطبيعي لما يكون ضغط الدم الانقباضي من 120 إلى 129. مراحل ضغط الدم: هناك المرحلة الأولى، أن يكون الضغط الانقباضي من 130 إلى 139، والضغط الانبساطي من 80 إلى 89. أما بالنسبة للمرحلة الثانية يكون من 140 على 90 فما فوق. أنواع ارتفاع ضغط الدم: هناك نوعان رئيسيان. بالنسبة للنوع الأول الأساسي والذي يمس أكثر من 90% من الأشخاص وليس له سبب مباشر وإنما عوامل وراثية وبيئية، أما النوع الثاني الثانوي فله أسباب متعددة، مثلاً مشاكل في الكلية أو مشاكل في الغدد. عوامل ارتفاع ضغط الدم الأساسية: من أهم عوامل ارتفاع ضغط الدم العمر، الأصل العرقي، تاريخ الأسرة، السمنة، الخمول، التدخين، كثرة الملح، قلة البوتاسيوم، الضغط النفسي، السكري، ارتفاع الدهون في الدم. وهناك عوامل ارتفاع ضغط الدم الثانوية، منها بداية أمراض الكلى الأساسية، أمراض الكلية كاعتلال الكلية السكري والتهاب الكلى المزمن، تكيس الكلى وأمراض أوعية الكلى، مشاكل الغدد مثل الكراضية والدرقية والجردرقية والنخامية، مشكلة القلب وتضيق الأبهر، الأدوية مثل المسكنات، موانع الحمل، الكورتيزون ومضادات الاحتقان.
أعراض ارتفاع ضغط الدم. هناك بعض الأعراض لارتفاع ضغط الدم، من بينها الصداع، نزيف من الأنف، عدم انتظام نبض القلب، طنين الأذن. علامات الارتفاع الخطيرة لضغط الدم، منها أعراض عصبية، تشنجات، هذيان أو فقدان الحركة في جزء معين من الجسد، قد تدل على وجود جلطة دماغية، غثيان واستفراغ، هذا يدل على ارتفاع ضغط الجمجمة. كذا مضايقة وألم في الصدر، ضيق في التنفس، ضغط الحمل عند النساء. مضاعفات ضغط الدم المرتفع، منها القلب مما يؤدي إلى جلطات قلبية، كذلك الدماغ مما يؤدي إلى جلطات دماغية، وكذلك الكلية، ويعتبر السبب الثاني لأمراض الكلى المزمنة بعد السكري، كما يؤثر على العين مما يؤدي أحياناً إلى العمى. تشخيص ارتفاع ضغط الدم، يتم تشخيص ارتفاع ضغط الدم من عدة قياسات حين يفوق 130 على 80، ولا يتم اعتماد التشخيص من قيمة واحدة مرتفعة بل عدة قياسات. إذن شكراً لزميلة حياة يونسي. عودة إلى البلاطو مشاهدينا الأفاضل، دائماً حول موضوع ارتفاع الضغط الشرياني ومناقشة هذا الموضوع بروفيسور زيتوني. شفنا لاحظنا في الروبورتاج أنه فيه أرقام عرضت في الروبورتاج. متى نقول أنه الإنسان اليوم راه عنده ارتفاع ضغط شرياني؟ الأرقام متاع من 130 إلى 139، 89 مليمتر زئبقي، هي مرحلة تسبق أو هي المدخل إن صح التعبير. متى نقول أنه اليوم المريض الفلاني عنده ارتفاع ضغط شرياني؟ أولاً الضغط الشرياني في التعريف تاعه هو من 140 على 90 مليمتر دو ميركور. نعم. دونك كاين هذا مرحلة تسبق هذا لا ديفينيسيون هذه تاع ليبرتونسون ارتيريال، سكون ابل لو بري بري ايبرتونسون ارتيريال، سي انتر 130 139 و 80 85، سيتادير اي تسبق ليبرتونسون ارتيريال افون كو ليبرتونسون ارتيريال نو سانستال. دونك سي لا où on peut agir pour prévenir, pour que la personne ne peut pas arriver à faire une hypertension artérielle. C'est-à-dire, ça rentre dans le cadre de la prévention. C'est détecter et traiter les facteurs de risque. Mais par définition, c'est 140 à la 90 mm de mercure. يعني هو مرض مزمن، ستادير اون فوا الانسان عنده ليبرتونسون ارتيريال يبقى طول حياته عنده ارتفاع في ضغط الدم. نعم. إذا ممكن جدا نمر مع بروفيسور مخلوف. الرقم ممكن هناك من يقول 35% من الجزائريين، أو هناك من يقول 36%، كاين اللي يقول أكثر، هذا هم مصابون بارتفاع ضغط شرياني. ترى لماذا هذا بروفيسور مخلوف؟ ما هي العوامل اللي أدت إلى هذا العدد الهائل؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. عليه الصلاة والسلام. كثير من الامراض المزمنه، ماشي فقط الضغط، ارتفاع الضغط الشرياني اللي وحده يعني واحد مرض السكر. الناس يعني 50% الناس اللي عندهم الضغط ما يعرفوش بلي عندهم ضغط. نعم. لذا يعني في ابتداء من سن معين، يعني اكثر من 40 سنه، فمراقبه تاع الانسان تاع الارقام تاع الضغط تاعو، سواء يعني عند الطبيب ولا عند في اي فحص معين ولا عند الاستشاره ولا عند في اي بيلون يكون هكذا، لازم يعني الطبيب ياخذ بطريقه يعني كما يقولوا سيستيماتيك، ياخذ الفحص. يعني لماذا؟ لان كما اسلفتي من قبل قلتي هذا المرض القاتل، فالانسان يمكن لسنوات لمده نعم. سنوات معينه عنده ضغط وما يعرفش باللي عنده ضغط. نعم، هو يسمى القاتل الصامت، لانه كثيرا ما يحمل الانسان هذا المرض وهو لا يدري، وياتي في اخر مرحله، في مرحله المضاعفات، ممكن جلطه قلبيه هي اللي تخلينا نكتشفه ارتفاع ضغط شرياني. اي انسان يعني فوق 30 و 40 سنه ولا لازم على الاقل مره في العام ولا في العامين يدير الضغط نتاعو، ياخذوا. وكل ما زاد طبعا في زاد في السن، كل ما يعني المراقبه تاع الضغط تكون اكثر، حتى تكون 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 سنويه. نعم. ما تنساش يعني يمكن ما درناش على الضغط في هذا
90% من هذا تاع ارتفاع الضغط الشرياني عند الناس اللي كبار يعني من عند الكور 90% ما عندوش سبب. ونحن في علم الطب عندنا امراض عندها اسباب، نحوس على السبب، نشوفه بالطريق يعني المناسب اللي الطبيب يبحث عن السبب باش يعرف سبب. لان في هذه الحاله لازم نعالج السبب، ولما نعالج السبب يختفي احنا المرض. وفيه امراض اللي ما عندهاش السبب نتاعها، وارتفاع الضغط الشرياني هو من الامراض اللي في معظمها ما عندوش سبب. لما ما يكونش سبب كاين طريقه اخرى لاخذ عين الاعتبار ومعالجه هذه الامراض، ونحوسوا يعني نبحث على ما يسمى بعوامل الخطر، لي فاكتور دو ريسك. ولازم فلما يكون انسان عنده ضغط، الطبيب ما راحش يداوي فقط الضغط، راح يداوي ضغط الدم ويداوي لي فاكتور دو ريسك يعني عوامل الخطر. يشوف اذا كما جاء في الفي تي ال يعني عوامل الخطر يعني راهي ذكرت. فانسان مثلا عنده يمكن عنده السن تاعو، عنده زياده في الوزن، عنده مشكل في الاكل، يعني مثلا كان تدخين، كان شرب الخمر، كان خاصه عندما هذا يعني كثير من الجزائريين للاسف يعني هكذا هو كما يقولوا التوازن الغذائي غير موجود. الانسان ياكل ما شاء الله ولكن ياكل بطريقه مش متوازنه. وحنا نعرف يعني اذا كان ديزيكيليبر اليمونتير يعني هو احد الاسباب. واحيانا كثير من الاحيان ما يكفي فقط يعني تصحيح بعض هذه، لان الشيء الجميل في هذا في ان معظم عوامل الخطر هذه هي سون ريفرسيب، يعني نقدروا ندوهم ما عدا طبعا السن اللي لما نقدر نديروا ولو. نعرف بان ارتفاع ضغط الدم 30% تبع الوراثه، يعني فهذه ما نقدرش مثلا نرجحها، ولكن نقدر نقاومها. لان لما ناخذ بعين الاعتبار عوامل الخطر الاخرى رانا نقدر اولا كما قالت الاستاذه الكريمه بان الانسان اللي عنده ضغط الدم خلاص يعني استمرار دي كرونيك في. ولكن وش العمل بانك عندما تعالجي ارتفاع ضغط الدم وتعالج هذه العوامل اللي معظمها باغ اكزومبل الغذاء، تنقص مثلا في الدهنيات، والانسان ما يحبس الكحول، يحبس التدخين، يدير الرياضه ولا يدير يعني الحركه، يعني في الحركه بركه. لما تاخذ كل هذه العوامل انك في بعض الاحيان تعاودي ترجع للضغط بطريقه تكون اقل، وثانيا نقصوا من عوامل الخطوره، نقصي عوامل الخطر ونقسم المضاعفات، لان ضغط الدم للاسف عنده مضاعفات واحيانا نعم. مضاعفات خطيره. نعم، شكرا لك بروفيسور مخلوف. بروفيسور تبتي، شفنا في الروبورتاج كذلك العامل النفسي ان صح التعبير، احنا نقولوا كذلك الصحه العقليه شيء مهم جدا انه نوليها اهتمام، لانه كثير من الناس اللي هو من الناحية الصحية الصحة البدنية لا بأس به، ولكن من الناحية العقلية إذا كان يعاني من مشاكل قلق مستمر، لأنه عامل القلق هو عامل أساسي من بين العوامل الخطورة اللي ممكن تأتي بأمراض مزمنة، من بينها سكري وارتفاع ضغط شرياني. لكن هناك الكثير من الأمراض العقلية اللي ما يعرفوهاش الناس وممكن ما يعالجوهاش، وتقدر تكون سبب في ظهور ارتفاع ضغط شرياني إذا كان تلك الأمراض لم تعالج، ليس كذلك؟ بالفعل، شكرا على اختياركم لهذا الموضوع يعني الحساس جدا. عفوا. وأقول بأن المنظمة العالمية للصحة عندما يعني مدت التعريف تاع الصحة كاملها، تكلمت على الصحة الجسدية نعم والصحة العقلية، وهما متكاملين سون كومبليمونتير. ولكن للاسف الجديد احنا عندنا الصحه العقليه ما عطينا لهاش الاهميه اللازمه، لانها ثقافيا كاين امور ربما نطرقوا عليها في يوم من الايام. ولكن ولو سمحت الاخت الكريمه، هذه السنه سنه الكوفيد نعم، يعني ورت لنا باللي الصحه العقليه لها اهميه كبيره. ولكن لازم نعرفوا باللي القلق لو ستريس هو قاسم مشترك، c'est un dénominateur commun لpratiquement كل الامراض. ما كاش يعني مرض يعني كي نشوفوا الاطباء الاخصائيين الكرماء كي نهضروا على ليبرتونسيون ارتيريال نلقاو القلق في الوسط. شفناه في الفي تي ار لو ديابيت، بوكو دو مالادي، كثير من الامراض القلق. ولكن مشكل تاع القلق ماهوش ساهل، لانه شبح ماهوش ساهل. واحد تقولوا كل جزائريين ربما اللفظه اللي يتكلموها كثيرا هو التقلق، يقول لك انا مقلق.
هو موجود لكن مش ملموس. بالفعل شبح. لذا يعني شكرا جزيلا لهذه النقطة الهامة، لأنه القلق وحده يقدر يطلع لك لاتونسيون أرتيريال. لذا احنا في الفحوصات الطبية تاع الأمراض العقلية اللي رانا نشوفوها، كثير من الناس تعرضوا إلى ضغط بسيكولوجي، وهذاك الضغط البسيكولوجي ما مدولوش أهمية، ولكن هو يمشي أبابروي. نعطيك مثال يعني اللي موالفين نشوفوها، سي سكون أبال لي زاتاك دو بانيك. كثير من الناس وحنا نعرفوا اون اتاك دو بانيك كي تبدا تجي عند الانسان وما يفيقلهاش، سا دوفيان بالعقل بالعقل بالعقل، ولكن ال دوفيان تولي يعني باينه جسديا كي يبداو الاعراض. وشنو هما الاعراض؟ سا نهضر غير على لاتاك دو بانيك، يعني لا تونسيون ارتيريال تاعو تطلع، لي فورميمون زي يحس يتنمل، دي سكوس ميسكولير يعرق، il fait ce qu'on appelle des signes somatiques. ولكن هذا لي زاتاك دو بانيك وكثير يعني وحنا نتكلموا على لي بيرسوناليتي شخصيات وما راح نتكلموا عليها. كاين ناس عندهم دي فولنيرابيليتي دي بريديسبوزيسيون وباش يديروا عندهم قابليه فوالا قابليه اللي يديروا هذوما. والناس هذو اللي يديروا قابليه ما يروحوش يعني يقول لك انا راني مقلق راني مليح ومنها، بصح المشكل تاع الجزائري لازم نقوله اليوم ما يديروش دي بيلون. دوك نقول لك اخت الكريمه، في كندا تلحق 40 سنه تجيك ورقه في لابواتو ليتر، ولا كنت يعني تخدم ولا تكون تجيك ورقه تروح دير له بيلون. حنا ما كاش جزائري يفرض على نفسه يروح يدير ان بيلون كي تلحق 40 سنه. سي تاناج وين بعض من الامراض يبداو يبانو، كما قال السيد مخلوف بيرتونسيون سكر السمنه. اذا احنا كذلك يعني لازم نركزوا على الوقايه. كثير من الامراض عندهم لو لي ديالهم سورتو كما قال تفضل الاستاذ مخلوف لا جينيتيك، يعني الوراثه تلعب دور كبير. دونك لو فينومين تاع القلقه سور لو بلون بسيكاتريك ولا مالادي سي ان افي سي تدخل في لو موفي سيركوي، تدخل في هذاك السيركوي تولي مقلق tu développes une maladie طلع لا طونسيون طلع السكر. وكذلك كي يطلع لك لا طونسيون، شفنا كثير من الناس عندهم لا طونسيون يتقلقوا بعد ما يشوفوا الارقام، بعد ما يشوفوا الارقام. دونك سي ان في بينغ بونغ. لذا احنا كي جونا هاد الناس نقول لهم روحوا يعني خذوا بعين الاعتبار لا طونسيون ارتيريال تاعكم ولا واش عندكم مرض مزمن، وحنا عندنا كيفاش نعالجوا القلق. والمشكل اخر سيك الناس ماهيش تشوف لا بسيكاتري. انسان مقلق، انسان عنده باغ اكزومبل ان ايتا ديبريسيف ولا عنده حاله اكتئاب ولا دي تروب دو لومور ولا ما يروحش للطبيب. حاله وسواس مثلا، وسواس تقلق ما ترقديش. شوفي انسان اللي ما يرقدش لسبب هكذا عادي ما يرقدش، كي نوض الصباح يبدا ينسى، بالك طلع له لا طونسيون، راهو فهمتيني يعني. شوفي هو مجرد انه ينسى حاجه يفيق بروحه راهو في مرحلة ضعف، هذاك الضعف يقلقه. بصح ما يروحش لبسيكاتر، لأنه الناس وقلناها في الحصة ما عندناش ثقافة بروفيسور كابتي، لازم نكونوها اليوم الثقافة. نعم. لأنه الكوفيد والكورونا قريب عام وحنا رانا نتعافروا الأطباء كل الجزائريين الدولة. نعم. تعافرت مع هذا الكوفيد، لازم نخرجوا بخلاصة. وقلتها من هذا المنبر لازم تكون أهمية كبيرة، لأنه لا ماجوريتي تاع لي زالجيريان حنا كاع رانا مقلقين ما كاش. نعم. دايوغ شوفي المصطلح اللي يديروه الجزائريين لا ديبرسيون، يقول لك ديبرس. شوفي يعني داروا دي مصطلحات سهلوها يعني ديبرس بسطوها يعني. ايه شوفي يعني شوف يعني في لو لونغاج، باسكو لازم واحد الانسان يقرا. نعم. يقرا الشعبويه كما نقولوا حنايا. صح. دونك الناس اليوم حقيقه على الجانب النفسي كان فيه ضغط وضغط. نعم. كبير، وموش غير الكوفيد، لانه الكوفيد ربما الكورونا جنحها هذاك الغطاء، ولكن يعني المشاكل الاجتماعية، المشاكل العائلية خاصة، المشاكل كثير من المشاكل تؤدي إلى نوع من الضغط اللي يسبب يعني فيه ارتفاع في لاتونسيون ارتيريال ولا في الديابيت. بكري كانوا الناس يشوفوا دي زاري كاردياك. اليوم لي زاري كاردياك في لي زوبيتو 30 35 دير سكتة قلبية. نعم. ربما ماهيش يعني، ولكن يفو أنا الميساج تاعي ربما نهضر عليه الوقايه. الناس لازم تكونترولي روحها. كي دوك انت تشري طوموبيل
علاش تدي طوموبيل تروح تفيريفي لها لي بنو، تفيريفي لها رادياتور ولا، وصحتك تخليها. انا نقول لك والله الا يعني جيت سعيد للحضور هذه الحصه، لانه فقدت الناس من العائله وقلنا لهم يا ناس وعندكم مشكل في القلب، عندكم ضغط بريسيون ارتيريال. شوفي يقول لك لا لا انا غير طبيب اللي ما نروحش للطبيب انايا. ست شهور من بعد دار سكته قلبيه. يعني هذا من جانب الوعي، والناس تخاف من الطبيب لانه لو فينومين لا بلوز بلونز بيتيت نهضروا معاه. نعم راح نتكلموا عليه طبعا. تفضل يعني انت بصدد، احنا نتكلموا على الامراض العقليه، يعني هي جمله كثيره يعني من قائمه من هذه الامراض، من بينها الفوبيا. الفوبيا لا نيفروز فوبيك هو مرض بيرسوناليتي، شخصيات. نعم هي الشخصيات اللي نعرفوها احنا كاخصائيين، عندك لا بيرسوناليتي شخصيه فوبيك اللي تخاف. كاين ناس يخاف يروح للطبيب، وشنو هو الحل اللي نديرو؟ ماشي غير طبيب يخاف، يحشم تجيبي انسان. ربما دوك نعطي مثال المشاهد الكريم يفهمني. كاين ناس عندهم ثقافه عاليه بصح ما يقدرش يجي التلفزيون. نعم. دوك هكذا في المباشر ولا صح. يحمار يعرق يترعد، ومنها هو القدره الكفاءات اللي عنده يعني ذهنيه كفاءه علميه نعم جدا، ولكن ما يقدرش يقابل. نعم هذه سي دي جون فوبي كيخافوا بيرسوناليتي يعني شخصيه فوبيا. بيرسوناليتي بوكوندرياك، كاين ناس لي بوكوندري، هذوك الناس اللي في مخهم عندهم مرض ويجروا مع الاطباء، عندي لا طونسيون، عندي الكونسير، عايشين غير مع الاطباء، دير لي بيلون، دير لي سكانير، يعني نوع من هبال كما نقولوا حنايا. كاين دي بيرسوناليتي اوبسيسيونيل، بيرسوناليتي اوبسيسيونيل هاد النظارات اما هنا في الوسط لو كان يتحطوا هنا يتقلق. اذا هذا هذا قابل باش يدير ارتفاع ضغط شرياني. بيان سور قلت لك. نعم. قاسم مشترك. نعم. هذا دي زوبسيسيونيل شفناهم في الكورونا في الكوفيد، الناس اللي حقيقة في النظافة يغسلوا في الحيوط، يغسلوا في يديهم، داروا ليكزيما في يديهم، وهذاك لو ستريس ما يحسوش به. نعم. ولكن يعني ادى الى امراض، شفنا كثير من الامراض المزمنه خرجت في عهد كورونا، نقول عهد كورونا. عهد كورونا نعم. بالفعل. نحن موضوع اليوم راهو في ظل الكوفيد بالفعل. يعني. وكذلك نعم. يعني كي نسمعوا فقدنا اصدقاء، فقدنا جزائريين، فقدنا ناس، هذا كاع لو ستريس، هذا القلق راهو يتكون فينا. ولكن احنا ما نعرفوش كيفاش نخرجوه، لذا يعني نقول لكل الجزائريين لازم فيه فحوصات طبيه عند البسيكولوج ولا البسيكاتر، شيء مهم جدا. نعم. لانه واش خرج في هذا عهد كورونا هو سي ليغو الحاد، لو راح يخرج ما بعد كورونا سي لو كرونيك. راح نشوفوا بالك لا كونسلطاسيون تاع لي تاع لي زيبرتونسيون تاع لي بيلون بيولوجيك تاع لو ديابيت تاع لي مالادي انفلاماتوار انتستينال، راح تكون كارثيه. لذا لازم حنا الحصص كيما هذوما لازم يكون فيه توعيه. نعم. هي سي لا سونسيبيليزاسيون اي لا بريفونسيون. شكرا لك بروفيسور تابتي، نرجعوا لك ان شاء الله فيما بعد. بروفيسور زيتوني، نقطة مهمة نتوقف عنها لما قال البروفيسور تابتي لي في بلوز بلانش، ومنها الأطباء المختصين اللي يعملوا على متابعة مرضى ارتفاع ضغط شرياني بعد الاتفاقيات، بعد الدراسات إلى غير ذلك، خلصوا إلى أنه أفضل طريقة أنه المريض يقيس الضغط نتاعه في بيته افضل طريقه لتفادي لي في بلوز بلونش، يعني الخوف من المئزر الابيض. ف بروفيسور زيتوني، هؤلاء المرضى اللي يقيسوا ضغط شرياني في بيتهم حتى انه ثلاث مرات في اليوم مده ثلاث ايام متواليه في نفس الوقت الى غير ذلك، هل يا ترى كل المرضى يعرفوا كيفاش يقيسوا؟ يعني انت راكي في الطب الداخلي، يجوك المرضى، هل يا ترى هذه القياسات تحرصون على أن تكون مثلا في راحة بعيدة عن مرض معين، أم هكذا يعني المرضى يجيبوا يقيسوا والمهم يتقاس في أي وقت في الوقت تاعو؟ شكرا، الموضوع مهم جدا. نعم. مش الإنسان يقيس لاتونسون، مش غير يجي ويقعد ويشد لاتونسون تاعو،
او كان دار في السبور ولا كان في المرشي ولا الاخر يجي يشد لا طونسون تاعو. المراه راهي في المطبخ هاي الدور راهي تجري دور ومن بعد الستريس تاع القلق تاع لازم الاكل يوجد على 12 لازم يتحط الى غير ذلك وتجي تشد لا طونسون ومن بعد تفكر باللي عندها الموعد نتاع قياس تروح تجري تقعد. هل هذا خطا؟ خطا سي نورمال خطا. نعم. باش تقيس الانسان باش يتاكد فريمون باللي شدها مليح لا طونسون لا طونسون تاعو لازم لها لازم يكون في راحه تامه، راحه نفسيه وجسديه، ماشي ابخي ان ايفور ولا الاخر يروح يشد لا طونسون، ماشي ابخي ان ستريس يروح يشد لا طونسون تاعو، سي توت افي نورمال، ابخي ان ستريس ولا ابخي ان ايفور تلقاها طالعه. نعم. هذه اول حاجه، ثاني حاجه لازم يكون الانسان مسترخي، ماشي يموت، ثالث حاجه لازم ماشي بعيد على الماكله، ماشي يشرب فنجان قهوه ومن بعد يروح يشد لا طونسون تاعو، ولا ان فيغ دو تي ويشد لا طونسون تاعو، او كونترير، لازم او موان لوان. واحد يخلي يدير وقت ما بين ثاني بالنسبه للراجل ماشي يروح يتكيف وديريكتومون يروح يشد لا طونسون تاعو او موا يخلي 15 مينوت من بعد يشد لا طونسون تاعو ولا نقولوا له ما تكيفش لانه ولا ما يتكيفش السيجار اصلا راهي تطلع على طونسيون ديجا من عوامل لو انه يتخلص من عامل راح يكون مشكل اقل سي توت افي نورمال يشد ثاني حاجه لازم الانسان يشدها سي نورمال كاين كاين شي ناس كي يجوا عند الطبيب باش يشدوا لا طونسون تاعي لو فات يخافوا من مازال لا طونسون تاعو تطلع. نعم. دونك حنايا ما نشدوهاش ما نقولوا نقولوا له روح شدها في الدار افيك لي سي بريكوسيون. ثانيا حاجه كاين شي ناس كي يجي لا كونسلتاسيون وهو نورمال تشدي له لا طونسون تاعو نورمال مي في الليل ولا يجعوا راسه ولا راه يدير دي بيك دو طونسون بوندون لا نوي. دونك هنا لازم الانسان لازم ثالث حاجه لي سوجي اجي جينيرالمون تكون لا طونسيون تاعو طالعه ولا لا 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 سيستوليك 16 ولا لا ديستوليك 8 دونك مي هذه فول لازم الانسان ياخذها بعين الاعتبار لازم يداويها لازم ياخذ الدواء ياخذ عليها الدواء هذه هذو من الامورات اللي باش نشدوا لا طونسيون بون الانسان سي فري كاين لا ميزور تاع لا طونسيون ارتيريال في الدار لازم له ثاني لو طونسوميتر لازم له ماشي طونسوميتر هذاك اللي يحطوه في البواني هذه سؤالي سبقتيني هذه غير هذه يعني يقول لك معليش كاين اللي يقولوا معليش لو بواني كاين يقول لك لا لازم لازم براساغ لو ميور سي لو تاع العضد اميركور نعم مي لازم على حسب وماشي وعلى حسب لو براساغ لازم يكون على حسب التور تاع لو برا مش تاع واحد سمين مع واحد رقيق ماشي كيف كيف بدات كي نشدوا له بان تونسوميتر تاع واحد سمين ما تاع لا تونسون حتى هي سخا فوس دوزيام لازم لا بريز دو تونسون ال سو فرا او دو برا لازم بين زوج سيتي وخطات يقتضي بين الامر بوزيسيون كوشي بوزيسيون دوبو هادي باش بون هادي في لوتو ميزور تاع 3 فوا بار جور اي بو بروندر لا موين كاين كيما ديكا تاع لي في بلوز بلونش هاي جا الطبيب طلعت له لا طونسون سيد نشوفوه ديجا في لا فامي تاعو عنده ارتفاع ضغط شرياني عند الاهل عند هو والدين. ديجا عنده سمنه عنده بيتاتخ الديابيت هنا لازم نوجهوه باش يدير يشد الضغط تاعو على 24 ساعه سي سكون ابل لا ميزور امبيلاتوار دو لا بريسون ارتيريال C'est-à-dire sur 24 heures. C'est-à-dire qu'ils sont à la MAPA. La MAPA. Et sur 24 heures, et elle va nous donner l'état des lieux pendant 24 heures sur, les, sur son problème tensionnel. Est-ce qu'il fait des pics ou là, il ne fait pas de pics tensionnels. هذه la MAPA, madame, بدينا الموضوع تاع la MAPA. هل يفضل أن نديروا la MAPA قبل بداية علاج عفوا أم معليش يكون راهو لأنه إذا لقينا عنده ارتفاع ضغط شرياني ما قدروش خلوه يروح بدون علاج امبوسيبل اذا راه عنده العلاج هل هذا يعني انه معليش يدير لا مابا وبالعلاج راح يعني تحت العلاج يدير لا مابا رغم ذلك لي زانديكاسيون دو لا مابا سي فاريابل منهم ليبرتونسون ارتيريال ماسكي ستادجير سيد جا لا طونسون تاعو نورمال الوغ كي لي ديابيتيك الى دون لا فامي اوبيز سيندروم ميتابوليك هذوك فيه لي فاكتور دو ريسك عنده السمنه عنده عنده السمنه عنده هذاك سيندروم دابني دو سومي عنده هاد ولا سيتان باسون كي ديجا في دون لا فامي اللي داروا دي مور سيبيت
دي بروبليم كورونيا. دونك هذا هذا تشدوها الي نورمال نبعثوه سوا اوتو ميزور ولا نبعثوه يدير لا ميزور امبيلاتوار دو لا بريسيون ارتيريال بور بروندر لا ساتونسون بور سي 24 اور دونك d'ici là on va non, mais entre temps on lui conseille le régime alimentaire et s'il est obèse ou l'alcool on lui dit qu'il faut تنقص في السمنه الاخر en tout cas la mesure ambulatoire de la pression artérielle c'est sur 24 heures نعطوها له اليوم غدوه يقعد نعم دونك ساعه يدير لا يبدا الدواء يبدا الدواء نعم يبدا الدواء. اذا كان لكن اذا كان عنده علاج ودر لانه احيانا إيه؟ المريض يكون عنده علاج رغم ذلك الضغط يكون مرتفع وكانه يعني هذا العلاج لا يكفي او استؤذري ممكن هذا راجع الى نوعيه الدواء احيانا بعض الادويه الجينيريك يعني لا 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 هذيك سكون ابل هايبرتونسون ارتيريال ريزيستانت ساتير لو باسون اي تي مي سو تريتمون كونفورم 4 افيك و il fait toujours de l'hypertension artérielle نعم. soit ماهوش يشرب مليح دواء ولا ينسى ولا سورتو واحد كبير ينسى ولا كاين ان كوز ديغيغ سا دونك لازم نحوسوا المسبب السبب تاع هذا الاخر وهنا هنا لا ميزور امبيلاتوار لا بريسيون ارتيريال ايل تروف سا بلاس ستادير دون لو كاد دو بيلان بور فوار لا كرونو سي سكون ابل لا كرونوثيرابي نعم شكرا لك بروفيسور زيتوني نبقى حاجه واحده اخرى مع الاستاذ ليبرتونسون ارتيريال اكتويلمون صابوها باللي تعطي تقدر تكون مسبب تاع المرض تاع الزهايمر دونك كي بو افوار دي تروبل بما انها هي تقيس الشرايين الشرايين الدقيقه هي تغذي المخ اذا ممكن تكون سبب في ظهور الزهايمر يعني دراسات كثيره في هذا الموضوع بروفيسور تبتي راهو يؤكد نعم نو باسكو يعني جميل واش قالت الاستاذه لانه نشوفوا هنايا بين يعني الامراض العقليه والامراض العصبيه والامراض الجسديه سي فورتمون انتريكي يعني في وسمو ديال الناس تقول لك لا لا انا امراض العقليه نديرها دو كوتي ولا لا الزهايمر يعني اليوم شفنا مرض الالزهايمر راهو في وسمو ولو كان يعني نقوموا بليبيرتونسيون ارتيريال لانه فيه دراسات حنا اطباء نعملوا غير الدراسات الدراسات العلميه الدقيقه يعني نقوموا بدراسات في الجزائر نشوفوا كثير من الناس عندهم ليبيرتونسيون ارتيريال هما يمشوا بها وما على بالهمش ومن بعد كي يجوا المضاعفات يجوا لي كومبليكاسيون يقول لك يا ريت لو كان على بالي يعني توتي دون لا بريفونسيون هذا واش حبيت يعني باش نقول بلي الناس كثير من الناس عندهم الزهايمر ربما كان عندهم دي زيبيرتونسيون اي باسي ان ابيرسو بوندو 10 سنوات ولا لانه هو قاتل يعني سيلونسيو سي سا عندك لا تونسيون باسكو كاين ناس في بالهم نعرف ناس يقول لك لا تونسيون ولو كاع اطباء المشكل تاعنا في الجزائر كاين 43 مليون طبيب كاين 43 مليون رئيس 43 مليون صحفي ايه دونك تنفع وجهني راسي باراسيتامول نعم والمشكل تاع لوطوميديكاسيون نسيت تشري دواء كي حبت انا نعرف ناس راحوا شراو لافلوكارديل افلوكارديل كي تاني بوتونسور يعني فوالا خال عندك وجعني راسي جاب لي ربي عندي لا تونسيون شرب لافلوكارديل نشرب باراسيتامول والله لا يعني سي سويسيدير لازم بروفيسور تبتي هنايا ماشي طبيعه المجتمع لانه لو نجو خصنا سوسيولوج في الحصه لانه سوسيولوج وانثروبولوج نعم لانه في الحقيقه المجتمع الجاره راهي عندها اون ميغرين فعطاه لها طبيب نتاعها لافلوكارديل هذه قصه احنا شفناها بديت نتخيل في السيناريو بروفيسور تبتي انت مختص في الامراض العقليه يعني انتم عندكم درايه شويه بالناحيه السوسيولوجيه تاع المجتمع فالجاره خدات افلوكارديل قالت لها واش خرج عليك خرج عليا لافلوكارديل من وجهي كي وجعني راسي نشرب لافلوكارديل ماشي هكذا تصرى يصرى سيناريو حكايه ماهيش نعم. هوليووديه ماهيش هوليوود حقيقه في الكوفيد نعم احنا عرفنا في عهد الكوفيد نعم ما كناش نرخدو كنا مقلقين كنا خايفين كنا ومازلنا خايفين صح هي حقيقه سي اون بسيكوز الجاره ما رقدتش قالت لها انا راني نشرب واحد الدواء عطاته لي طبيبه شربيه عطات لها يعني دي زونكسيوليتيك اللي نمدوهم حنايا بوصفه طبيه وهذيك تخدم كل يوم تنوض تروح تقوم بالعمل ديالها عطات لها شربت كاشي ما نادتش
لا اله الا الله. ما نعدتش وخرجت في هلع وفي خلع وعشت كسر في الباب وناس لقاوها راقده. قالت لها كيفاش الكاشي اللي عطيتيه لي؟ وهذه حقيقه وهذه الحمد لله يعني رقدت ناضت على الزوج ولا ثلاثه سلامات، ولكن لو كان عندها مرض دي مرضي ودير سكته قلبيه وتروح الدواء ما يتمتش، كاين طبيب يوصفه وكاين لو فارماسيان يمدو. عندك مثال على تاع الباراسيتامول؟ انت تعرف مثلا وين يديروا الاحصائيات، ناخذ مرض مثلا في فرنسا لي ترونسبلونطاسيون ايباتيك، زرع الكبد بالنسبه للاسباب تاع الادويه، مش نعم اللي يجي في السبب الاول لا ترونسبلونطاسيون ايباتيك اللي يجي نيميرو 1 سي الناس اللي ياخذوا دوليبران، اللي ياخذوا الباراسيتامول من اسباب تلف الكبد. تلف الكبد يعني كما سا والناس اللي السيغوز اللي تجي بعد ليباتيت ميديكامونتوز يعني في السبب نعم. الاول شيء جميل واش اشارت يعني الاستاذه الكريمه والاستاذ والاستاذ تابتي سكو لان احنا عندنا دراسه في باب الود على الزهايمر. انا عندي في تروح حتى تستع يعني فيها جزء كبير من الزهايمر. ف واش شافوا يعني ان عندما الناس يعني اللي عندهم ضغط الشري يعني وعندهم سكر في مقتبل العمر يعني عندما يكونوا كما يقولوا على جاديولت يعني عندما يكونوا في يعني مازال ما لحقوش السن تاع الزهايمر اللي هو نعرفوا بيجي يعني بعد الستينات يعني بعد 65 سنه. واش لحقوا الناس اللي هذا عندهم هذا الضغط وعندهم السكر ويتابعوا متابعه جيده يعني يكونوا تحت يعني مراقبة طبية يعني هما يكونوا واعيين بالمرض تاعهم. هاد الناس يديروا كما يقولوا الخطر باش يصابوا بالالزهايمر قليل كثير بالنسبة للناس اللي عندهم الضغط، لأن الناس هذول اللي عندهم الضغط واللي عندهم السكر غير متابعين يديروا الالزهايمر أكثر من هذا. وصابوا بأن المتابعة تاع الإنسان اللي عنده ضغط ارتفاع الضغط الشرياني واللي عنده مرض السكر كما هذه المتابعة السليمة اللي يكون ايضا الطبيب يعني يتبع المريض والمريض يعني يتبع واش يقول الطبيب، هذا الناس يعني يتفادوا هي وقايه مسبقه لمرض خطير جدا اللي هو مرض الالزهايمر. ونعرفوا مثلا الالزهايمر يعني كي تشوف الفاكتور دو ريسك تاع مرض الالزهايمر باسكو هو يقول لك يعني الاسباب نتاعو هو ديبو تاع بيبتيد يعني في المخ، ولكن كي تشوفي الاسباب نتاعو هو ارتفاع الضغط، السكر، كثرة الشحوم، سيبي لوموسيستين، ممكن دار جلطات دماغية مرت ب فهي عوامل كما يقولوا هي عوامل سي دي فاكتور دو ريسك فاسكولار مالغري يعني كما يقول لا ديمونس فاسكولار ولا ديمونس تاع الزهايمر سي ديفيرونت، مي لو لي كما قال الاستاذ الكريم يعني لو لي تاع لا ديمونس دو الزهايمر ايت اون كوز فاسكولار. نعم إذا الأمور جد معقدة بروفيسور زيتوني، حتى أنه لما نذكروا لابني دو سومي يعني توقف التنفس خلال النوم دائما نلقاو فيها مشتركة بين سمنة، ودائما نحوسوا على ارتفاع الضغط الشرياني، حتى أنه اللي يديروا لابني دو سومي مؤهلين قال لك باش يديروا لي زافيسي جلطة دماغية. يعني هذه الأمور كلها يعني هذه المضاعفات كلها ممكن جدا نرجع الى سبب بسيط جدا هو ارتفاع ارقام الضغط الشرياني. نعم باسكو من لي فاكتور دو ريسك تاع ليبرتونسون ارتيريال سبو كاع يتك هادو كاين كيما قال الاستاذ توتالور كاين لي فاكتور دو ريسك كي سون موديفيابل وكاين دي فاكتور دو ريسك كي سون با موديفيابل. يعني كاين اللي نتراجعوا فيهم نقدروا نداووهم ولا نتراجعوا عليهم، وكاين واحد اخرين ما نقدروش نتراجعوا عليهم، ما نقدروش نتراجعوا على لاج سي نورمال انا لاج دو نو زارتير، ما نقدروش لو سيكس اوسي ما نقدروش نتراجعوا عليه، ليغيديتي ما نقدروش نتراجعوا عليها. بون كاين دوطخ لو بوتي بوان نيسونس هذاك ما نهضرش عليه، مي كاين حوايج واحد اخرين اللي نقدروا نتراجعوا عليها دي فاكتور دو ريسك اللي نقدروا نتراجعوا عليهم. اول حاجه اللي نقدروا نتراجعوا عليها نقدروا نتراجعوا استاجر واحد لي سمين نقدروا كي نوعوه ونقولوا له لازم تنقص الميزان من الاول من قبل ولازم يفو فيغ اتونسون وهو شباب نعم. ما يلحقش باش يدير ليبرتونسون ارتيريال سيجاره دوزيامون لا سيجاريت اي لالكول
لا كوكايين اوسي. نعم. ثالث حاجه وقلناها من قبيله لي ميديكامون كاين دي جون كي بريناتور اترافير لي كورتيكويد باش يسمنوا من بعد يصيب روحو بيك هيبرتونسون هيبرتونسي يصيب روحو بالديابيت. نعم. يصيب روحو بال دونك يا لو ديابيت اوسي كي انترفيان دون لو دون 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 كوم ان لي de l'hypertension artérielle. Mais ça va à fond, professeur Zitouni. ممكن نخلو مشاهدين الافاضل يشاركونا في اثراء نقاش باسئلتهم او ارائهم وذلك عبر ارقام الهاتف اللي راهي تحت اللي راهي اسفل الشاشه. اذا مشاهدين الافاضل نحن في انتظار اسئلتكم نواصلوا النقاش بروفيسور زيتوني. اذا عامل السمنه عامل مهم جدا ممكن نساعدوا المشاهد بلفته كيفاش يقدر يشوف روحه اذا كان راهو سمين اذا كان يعني بوسيله بسيطه عنده يعني شوفي وسيله بسيطه كاع بسيطه كاعيتيك ما تكلفوش بزاف ما تكلفوش بزاف نعم يوزن روحه وشوف لا تاي يدير سي سكون ابل اي ام سي نعم C'est le poids sur la taille au carré. Et donc le mizan à la taille tôle. Le tôle n'tiaou مربع. مربع. La taille au carré. يعني الطول مربع في المقام هو كسر. لكن ما بين 25 30 c'est ce qu'on appelle le surpoids. زيادة في الميزان. أكثر من 30 il est obèse. Bon, obésité de différentes modérées sévères et morbide quand l'IMC est supérieur à 40. ممكن نستقبلوا ام عماد من وهران باش ما نخلوهاش السنه ونواصلوا في دائما في السمنه في موضوع السمنه. نعم السلام عليكم ام عماد. السلام عليك دكتوره زهرة. وعليكم السلام. تشكراتي وتقديراتي لضيوفك الكرام الاطباء. نشكركم على المعلومات القيمه التي نستفيد منها كل اسبوع. والله حبيت نسال انا سيده في عمر 62 سنه عندي ضغط دموي ما يشكلنيش خطوره بزاف بحيث اني نشرب بيبروتين 2.5 ملي غرام في نفس الوقت عندي الرب وندير البخاخه وراني راني دايره عمليه جراحيه قايله على نصف الغده الدرقيه نشرب ليفوتيغوكس مؤخرا اصبت بكوفيد 19 بعد ما درت سكانر وشفت ان عندي امبولي في المناخ اليوم راني نعالج فيها راني ندير لوفينوكس 80 ملي غرام صباح وعشيه وراني نشرب في سانت خومون 4 ملي غرام ربع انا حبيت نتساءل فقط هل الرب هو اللي كان سبب في هذا الامبولي ام الضغط الدموي تشكراتي مره اخرى وقلت انا مصابه شويه راني عيانه وراني في حاله شويه صحيه نوعا ما غير جيده وشكرا للاخت شكرا لك شفاك الله وعافاك والحمد لله على سلامتك نقولوا يعني التشخيص تاع لومبولي بيلمونيغ وراهي بالعلاج الحمد لله نقولوا راهي نقولوا ان شاء الله راكي سلكتي ان شاء الله هكذا الحمد لله بوغ لا فام نعم نعم هناك سؤال اخر عمر من المديه معنا على الخط السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا اخ عمر اهلا نعم راني في السماء شوف انا عندي ارتفاع ضغط الدموي نعم ما عنديش الاسباب بتجميع التحاليل الغده الدرقيه حتى على العينين حتى على كل التحاليل على الكليتين على وما لقيتش السبب عندي الجهه اليمنى تطلع توصل حتى ل 19 ونص وكبيره والصغيره توصل ل 11 ونص والجهه اليسرى تبقى نفس الحساب تبقى 7 12 الجهه اليسرى سبعة 12 سبعة 12 كلافير شحال في عمرك؟ ما كاينش في عمرك شحال في عمرك اخ عمر اخ عمر؟ بالقرب في عمري 59 الله يبارك وعندي والسموة بداتني عندي حوالي 6 سنين ولا 7 وما لقيتش الحل منين كامل دوك راني نشرب ميكارديس بلوس 40 ملي جرام ونشرب بيبروتانس 5 ملي جرام ونشرب ليديا كينشيا 5 ملي جرام ومانيش عارف انا عندي القولون العصبي الحقيقه
خذيت شوك 88 اكسيده ودرك مانيش عارف. كيفاش عندك قولون عصبي؟ يعني كي تتقلق يوجعك القولون ولا؟ يوجع ماشي يوجعني، تحس يضايقني. يضايق عليا بزاف ويدير لي الرعده ويدير لي الرعده في الجزره، وحتى نغم جيني شغل تقيه هكذا ونفقد الوعي كامل حتى نلقى روحي في السبيطار المستشفى باستعجالات. ومن بعد رحت للطبيب نفساني وتاع الاعصاب زوج مرات، ومن بعد قال لي ما عندكش الامراض العقليه ولا العصبيه، انت شوف طبيب تاع القولون. نعم. وتاع القولون رحت ليه قال لك ما عندكش يعني القولون، قال لك عندك عصبي شويه ولكن ماهوش هكذا ما يطلعلكش الضغط الدموي. نعم. مانيش عارف انا علاش كوتي دوروا تطلع كوتي بوش. كوتي بوش دائما مسقره. القلب نتاعي يوصل ل 133 دقة في الدقيقة. وذكر عندي فوق السراب حوالي 4 سنتيمات 4 سنتيمات يضرب القلب نتاعي، يكون داير لاباراي فوق القلب كما احنا نقولوا لها في زيت على كوتي وكوش. من بعد كي تضرب الدقة هذيك تضرب بعض الهزة فوق السراب يتوقف القلب حوالي دقة كوين دقتين. درك مانيش عارف انا راح سنفيك بالاجابه. انت شفت طبيب مختص في امراض القلب؟ شفت نعم شفت، ولكن ملي جا كوفيد هذا قال لي ما تجيش، قال لي حتى نعم قال لي حتى والسموع حتى يروح كوفيد القرش. انا نداوي في البويره، البويره قريبه للولايه المدنيه ونداوي في البويره. نعم سنفيك بالشفاء عليك اخ عمر، سنفيك ان شاء الله بالاجابه. شكرا. كذلك أم هاجر على الخط من تلمسان. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام أم هاجر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كراكي دكتورة بنتي. الحمد لله. كمان ما نقمش، مرحبا بكم في داري. الله يبارك. راني فرحانة بزاف. الله يبارك فيك. راني فرحانة بزاف كي نقبضكم. أنا دايما التليفون دايرته غير على لاشين تاع كورون تي في الفيكس. بغيت نقول لكم بلي هاد الايام شويه عييت. لاباس عليك. عييت من القلب خاطر انا نشرب الدواء تاع القلب، عاطيني طاهور، عاطيني طاغيك، عاطيني نقصوا لي طاغيك، عطاوني 80 كنت نشرب 160 وعطاني في دي كارد بوندون 3 موا ما دار لي والو خاطر قال لي القلب راه عندك يخبط بزاف. انا جو سوي تري انسيدو لا في لي ميدسان لا في لو تريتمون، ما عندي دائما طابلتي فيها دوايا، نكتب في لي بواط، نكتب وقتاش نشرب، نكتب وقتاش هذه، نكتب وقتاش نعير، نكتب وقتاش نعبر لاطونسيون. كان داير لي الطبيب ورقه ويقول لي عبري وقولي لي، بصح انا ما نعبرش دائما خاطر ما عنديش طالعه. انا عمر ما وصلت لي 8 المينيما، عمر ما وصلت لي. ناكل الخبز بلا ملح. وحاجة واحدة عندي ستريس شوية خاطر أنا عايشة وحدي ومرا كبيرة مولات 74 سنة ديابيتيك دوبوي قريب 30 عام 29 ليبرتونسيون ما جاتنيش بكري حتى 2008 كنت نعالجها غير بلي ريجيم من 2008 راني سو تريتمون ودروك كي هاك شربت 3 موا في ديكارد ولي باتمون قعدوا توجور خفاف قلع أهلي كارديولوج تاعي غير هادي 3 ولا 4 جوغ رحت عنده وعطاني برودون. نعم. هاد جينيريك سماواتهم وفا سي دو برودون. الوغ راني نشرب ان دومي برودون ا 4 اوغ، هو قال لي 16 اوغ شربيه. راني نشربه بصح قلبي يخبط توجور بزاف وسيغتو اللي تعيني النهجة تجيني. النهجة. قال لي نعطيك ان تيست دي موا pour ventoler les buts des cordes ou la hête ou deux pompes, si vous voulez, deux pompes. Ou à dire à ce bas, à dire à ce bas, à dire بغيت نسقسي الدكتورات تاع لاطونسيون تاع هاد السوالح وتاع هاد القلب يقولوا لي كيفاه هاد لي بوم هاد التيست كيفاه هاد التيست اللي نديره بوندون ان موا قال لي بالك
هاد لي باتمون خفيف ماشي من القلب، بالك عندك النهجة ماشي من القلب، عندك بالك لاليرجي ولا حاجة غادي نجربوها. وبغيت نهضر مع الدكتور تابتي، باني عاد ما وصلتش الدكتور تابتي، بصح عندي اون فوبي كي نسمع هكا مرض ولا حاجة كيما هاد الكوفيد كي نسمع به، كي نشوف إيميسيون ولا على بالك ما نركضش، خاطر نخاف منه، نخاف على روحي، نخاف على عائلتي، نخاف ديجا نوزا ماركي هاد الكوفيد، عندنا لي ديسي، عندنا لي مرضوا به، عندنا في لافامي، كيف نخاف وما نخرج كاع، مانيش نخرج وما نيش نروح كاع عند بناتي، كنت ساعة ساعة نروح نديبلاسي الوهران ونروح، هما ما يجيو ليك أم هاجر، نخاف نروح مع شي حد. نعم ما يجيو ليك بنات، انا ناقصة بزاف للتالي، مانيش نسمعك دكتور. اه معليش معليش، وما عادش ومن بعد فهموني، خاطر انا التالي كي يكون مزيد انتم ما يجيكم الصدى. شكرا يعطيك الصحة أم هاجر، شكرا. يقولوا لي نقصين نقص دائما، وأنا هاد لي زيميسيون كاع نشوفهم اليوم ونعاود نشوفهم غدوة إن شاء الله، غدوة إن شاء الله نصبح عليها. نعم أنا دائما على بالنا على بالنا، دائما ندير برايكم. نعم عندنا فكرة أم هاجر ودكتورة بودينة تعرفني مليح. نعم نعم. ألوغ يفهمني هذا الدكتور تابتي مرحبا به في داري. شكرا. يقول لي علاش هاد لافوبي راه غير تزيد، غير تزيد من الكوفيد زادت، كيفاش ندير باش ننسى شوية، باش أنا نقرأ قرآن، نسبح، نذكر، نصلي، ندير قضاء، دايرة هادي، دايرة غير باش ننسى شوية المرض. بنادم عايش وحده في البلاد وفي الدار، ما عندي حتى واحد في البلاد، جو سو با دو مغنيه انايا، غير جو سو مغنيه مغنيه، صافي 50 اللي راني فيها بصح جو سو توجور سال، خاطر لا بيل فامي كاع راحوا ماتوا توفاو. نعم يعني مهاجر مرحبا بك. يفهمني الدكتور تابتي كيفاش ندير. شكرا لك ام هاجر. والدكتوره زيتوني تفهمني على هذا اللي قال لي بالك القلب اللي يخبط بزاف ماشي من ماشي بهذه النهجه، بلاك نعم. بلاك اون اليرجي، حنا بكري كاع ما كانتش فينا لا اليرجي، ان شاء الله ما يكون مخلوفين ثاني مرحبا به، فهموني كاع تعاونوا كاع عليا. ان شاء الله ان شاء الله. انا قلت لكم ماشي الكورونا، روحوا عندي للدار باش تفهموني. مرحبا بك شكرا لك مهاجر. السبت اللي فات جا الدكتور فيصل، الدكتور فيصل توجور انا كونتاكت معاه وما قبضتكمش، ما قبضتش والو. معليش أم هاجر راح سلوى فيك بالإجابة أم هاجر، شكرا لك، شكرا على وفائك أم هاجر وفية للبرنامج ولكل برامج قناة القرآن الكريم يعني. وطبعا حقيقة صارت وكأنها فرد من عائلة بلسم. أم عماد من وهران بروفيسور زيتوني 62 سنة، عندها هي حاليا بعد ما مرضت بالكوفيد هي دارت نومبولي بلمونير، عندها ضيق يعني ربو، تعالج في ارتفاع الضغط الشرياني وتعالج الغدة الدرقية سولي فوتيروكس. تقول هل يا ترى لومبولي بلمونير جاتها من ليبرتونسيون ولا جاتها من الكوفيد؟ سؤال في محله حقيقة يعني سؤال جد دقيق. نعم لوجيكمون لومبولي بيلمونير جات من الكوفيد، لومبولي بيلمونير جات من الكوفيد، مي لا غرافيتي تاع لو كوفيد il a été soutenu par l'hypertension par l'hypertension artérielle le terrain de la patiente. Mais l'embolie pulmonaire, c'est le Covid qui donne des thromboses un peu partout. C'est une maladie thrombogène, يعني. Oui. وارتفاع ضغط شرياني عند إنسان يعني ممكن 62 سنة عندها ضيق يعني ربو يعني مرضيقة وسوليفوتيروكس يعني مرض آخر اللي ممكن جدا قد يساهم بفعل نيفو يعني هي تشرب دواء نتاع اللي يصعد الهرمونات الدرقيه، هما هرمونات كيميائيه،
ارتفاع الضغط الشرياني يعني قد يكون مصحوب بمشاكل على مستوى الشرايين، يعني ممكن جدا. سي سور نو نقدروا نقولوا يعني هي لما كانت عندها ارتفاع الضغط الشرياني هي مؤهله اكثر لومبولي بيلمونير هكذا. يعني ممكن انسان ما يكونش عنده ارتفاع ضغط شرياني ويدير لومبولي بيلمونير، هذه ممكن لي فورم غراف، هذه ممكن صحيح. اذا هنا نقولوا راجع لو فيروس نعم لا شارج فيرال اللي تري تري امبورطون دونك يديرها يدير لي فورم غراف يديرها ميم ما عندوش لا تونسون ميم ان جون ميم هذه نو سي كاين اللي داروا جلطه دماغيه كاين اللي داروا جلطه قلبيه نعم دونك هي عندها لا اللي هاجي نعم كبيره في السن ماشي كبيره بزاف مي ستادير فات 60 فات 60 فات 60 فات 60 نعم عندها ديجا لا طونسون ارتيريال عندها الربو ديجا هو سيت اون مالادي انفلاماتوار نعم وعندها لا تيرويد كي بو كي بو اتر بوتيت دوريجين انفلاماتوار دونك تو سا فافوريز ا ليفي ترومبوجين دونك ال ال في بلوس ال بلوس سوجيت à l'embolie pulmonaire que oui elle lit elle d'abord elle lit de maladie inflammatoire que quelqu'un qui est normal اذا واش نقولوا لها تبع الدواء الحمد لله سلكت اي عندها لوفينوكس وعندها سنتر هذاك هو الحمد لله لا باسي لو كاب وان شاء الله بالشفاء ان شاء الله نوصوها على ليدغاتاسيون ولا لا لا بروفيسور بون ليدغاتاسيون سي لا بيرسون اجي توجور لازم نوصوها برك لوفينوكس ولا سانترون باسكو جو بونس كالي تون تران دو فير لو شوفوجمون نعم يفو ان ريجيم اليمونتيغ بور سي ال سي ال سي اس راس و سانترون ستادجير تو سكي فيغ تنحيه ولازم لي زانجيكسيون انتراميسكولير لي زانتي انفلاماتوار لاسبيرين هادو لازم تنحاو باسكو كاع يسهلوا لان كي تنحي لوفينوكس راح توقفوا اذا ممكن الا بقات بسانترون لازم سانترون لازم حميه غذائيه خاصه حميه غذائيه خاصه وليدغاتاسيون يعني تمييه وي نو ثاني مليح ليها بوغ لي بومون باسكو الي ازماتيك دونك لي بومون ايل دو تيتر هيدراتي كو ميم نعم باسكو اون بيرت دو دو لو نعم عمر من مديه مشكل في اليد اليسرى واليد اليمنى الضغط ماشي كيف كيف هذاك اليسرى عنده عادي 12 7 ونص في اليمنى عنده 19 ونص 11 ونص هذا السيد سوربون عنده مشكل في الشرايين نعم كاين ستينوز او نيفو وراه يشرب ثلاثه ادويه سوكلافير بالك او نيفو دو سوكلافير ولا لازم يدير تشخيص لشرايين دقيق نعم هذا التشخيص يكون ب الان ليكودوبلي ولا لونجوسكان ولا لونجو اي ار ام اذا وين ننصحوه يروح بروفيسور زيتوني لازم يروح يشوف طبيب مختص في الطب الداخلي ممكن يوجهه الطب الداخلي بيتيتر باسكو سا بوغي اتر ستينوز دوريجين انفلاماتوار ولا ستينوز دوريجين سكوند البروبليم تاع الكوليسترول ولا التريغليسيريد ولا ولا فيبروز ولا انومالي كونجينيتال ولا دونك لازم يروح للطب الداخلي فهموا باللي عنده تصلب في الشرايين الناس اللي عندهم تصلب في الشرايين يعني هما اللي يصير هذا تاع الفرق بين الضغط في الجهه اليمنى والجهه اليسرى يعني هذا احد العوامل خاصه كي يكون هكذا اختلاف كبير يعني كما ذكر هو هو يتكلم على لو كولو اغيتابل البروفيسور تابتي ممكن نرجعوا لك قال لك راح شاف طبيب مختص في الامراض العقليه قال له لاباس بك لكن كولو اغيتابل هل هو ممكن جدا احيانا يكون تشخيص هل من جلسه واحده مع طبيب مختص في الامراض العقليه تكفي هل ممكن معاوده شوفي الاخت والله غير انا الكولون ولا يغيظني حاجه اللي تصرف في الكولون كل حاجه نحصلوها في الكولون كل حاجه في الكولون نعم الجيري يعرف غير الكولون عندي الكولون ما واش كولون سي اوتر شوز نعم سي ليكسبرسيون بسيكوسوماتيك لا سوماتيزاسيون لا سوماتيزاسيون اللي تبان نعم شغل الشجره يعني لي راسين راهم لتحت الورق راهم من الفوق نعم دونك هادي لا يفوك دير اون بون كونسلتاسيون بسيكاتريك وين يشخصوها ويعطوا لها يعني الدواء ويعطوا له الدواء عفوا بس كان نخم على هاجر كذلك نعم. يعني لازم نجاوبها السيد هذا ماهوش بروبليم تاع الكولوم بروبابلمون يفي دو لا سوماتيزاسيون ولكن اسكو ليجين دو في تاعو يرقد مليح ياكل مليح فوالا دونك قلناها في الامراض العقليه لا بسيكاتري
وكل يعني الاخصائيين عامل النوم عامل مهم جدا هائل. وما نقدروش يعني نمدوا تشخيص على الهاتف لانه يفو لا بريزونس تاع المريض ونسالوه ونسالوه ونزيدو نسالوه، ولكن الجانب ولاقى الكولون صح ليجين دو في تاعو راهي مخصوصه الغذاء. وحنا قلنا بلي النوم اي جينيراتور دو لا سونتي، الغذاء المتكامل سان ايكيليبري اي لاكتيفيتي سبورتيف يعني المشي وال يعني لاكتيفيتي ما نطلبوش رياضه قويه، نطلبوا فقط حركه المشي. لكل الجزائريين اليوم من هذا المنبر هاد الثلاث حوايج ما يفرطوش فيهم. الماكله الناس راهي تاكل نيمبورت كوا، وشفناها يعني دوكا في لا بيريود هذه تاع الكورونا، شفنا اطفال صغار في لا بيريود تاع الحجر الصحي واللي هو وقائي قبل كل شيء، ولكن ولينا في لي فاست فود اونبورتي الملحه، قضيه الملح في الجزائر يعني الناس كيفاش تحط. انا نقول للناس في فرنسا في امريكا في بلدان اوروبا في العالم عمرها ما تتحط لا سالير في طابله، عمرها ما تتحط. حنا ولا هاد لو ريفلكس ملح، يعني يفو غوفوار ليجيان دو في تاع الجزائري. لانه نقولها من هذا المنبر، المرض راهو في الطبسي، المرض راهو في الطبسي، كثير من الامراض راهي تجي من الطبسي، ناكلو نيمبورت كوا، الور كو الغذاء سان ايكيليبري هو الفواكه، هو لي ليغوم. لي ليغوم يعني الجزائر الحمد لله سوغ لو بلون لاغريكولتور ما عندناش يعني لي ليغوم اللي عندها الجزائر ما تلقاهمش. حتى الغرب يضرب المثل ب سبحان الله العلي العظيم، يعني اطباق ميديتيرانيان يعني اطباق البحر الابيض المتوسط. ما نقولوش تاكل فواكه، راه وقت تشينا كل حبه تشينا في النهار يا سيدي، كل فهمتيني يعني كاين. نقدروا الجزائر الحمد لله نقدروا ناكلوا سان اي موان شير، ماهوش كيما يعني حاجه سهله. دوكا النوم الانسان قلناها انا كاخصائي باسكو نتخافاي بوكو سور لو سومي، الانسان لازم يرقد بين 7 سوايع و 8 سوايع لاج ادولت. حنا الناس راهم يرقدوا 4 سوايع 3 سوايع، وشفنا يعني التدخلات تاع الزملاء عندهم كاع علاقه مع الكورونا. يعني خاصة في هذا عهد الكورونا لازم يكون فيه حذر وحذر وحذر. وعطيت مثال في يعني في الحصة اللي فاتت، انا عرفت الناس داويتهم توفوا الله يرحمهم ما عندهم لا كورونا لا والو، ماتوا بالتقلق بلو ستريس لانهم كانوا خايفين على الكورونا، كان عندهم ازواجهم عندهم دي مالادي كونسيغوز، كانوا عندهم اولادهم مرض بامراض يعني مزمنه، ولا بلو ستريس يغسلوا بلو جافيل، يغلقوا البيبان، يضربوا مع اولادهم، الضغط الضغط الضغط، سكته قلبيه. لذا انا نقول للناس يعني باش نحاربوا لو ستريس النوم لو سبور لا بون اليمونتاسيون، وخاصة نقطة مهمة جدا في عهد الانترنت في عهد الانفورماسيون، هاد لي زانفورماسيون اونكسيوجين اللي يديروا فينا الخلع والهلع. انا والله صدقيني الزوجة ورات لي في الفيسبوك توفى فلان فلان فلان، وليت ما قدرتش نشوف. يعني انسان كيشوف مات صديقه مات جزائري والله ما نعرفوش، نتقاسوا نحسوا بهذاك اسمه، ومن بعد لو ستريس لو ستريس لو ستريس لو ستريس لو ستريس بعد خلاص. هذه الوضعيه تاع هذا العام الله يستر. لذا نقول كل جزائريين نحيوا كل لي نيجاتيف لي زوند نيجاتيف اللي يجيكم يعني على الكوفيد على الكورونا ومات فلان ومرض فلان. ما كاش اوقات الاخت يعني هاجر ونزيد نهضر عليها لو سمحتي. تفضل. يعني بالنسبه للسؤال تاع ام هاجر يعني ديجا الكورونا قالت لك يعني فقدت كثير من العائلات، زيد في عمرها 74 سنه وعايشه وحدها. يعني المشكل الكبير سي الناس اللي راهم عايشين وحدهم في هذه الاونه، في هذه الاونه صعيب جدا وفي 74 سنه. يعني شوفي الكورونا واش زاد، هي عندها بناتها ما يقدروش يجوا يشوفوها، لكن ما يقدروش يقعدوا، هي ما تروح هما ما يجوا. يعني هذاك يخافوا عليها، يخافوا عليها سي نورمال. نعم. الوحش هذاك شوفي يعني الكورونا دارنا في دخل طبسي تاع تاع الخوف وتاع الهلع وتاع واسمه، ربي الستار ان شاء الله، ولكن الحمايه والحمايه وثم الحمايه، ستادير هذه المرحله حنجوزوها مهما كانت الامور ولكن باقل ضرر. ولكن حاجه مليحه فيها عجب
قالت لك انا نشرب الدواء تاعي في الوقت ونكتب في الورقه وندير يعني ممتاز حاجه جميله يعني احنا كاطباء اسيديو الا دي دايور جو سوي اسيديو. هي نهار كانت راح دير لاكوغونوغرافي تاعها عيطت لنا وقالت لنا راني رايحه ندير لاكوغونوغرافي يعني نحييها ام هاجر نعيشوا مع عشنا معاها بزاف مراحل. هي ستون ديابيتيك مريضه بالسكر وتعالج دائما تطرح اسئله ويعني وواظبه على الدواء تاعها والحميه الغذائيه الى غير ذلك. ونقولها مرحبا بك في شرابها. لكن هي تخاف. لا 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 لما قالت هي قالت لما نشوف حاجه في التلفزيون بات من نخمم ما نرقدش. واش تقول لها؟ نقولها هذا هو السؤال. شوفي نقولها شوفي شوفي الحوايج الملاح. شوفي حصص طبيه، شوفي دي فيلم ملاح، حاجه اللي تضحكك، حاجه اللي ترخيك، شوفي دي دوكيومونتير على الحيوان، شوفي حاجه اللي تسمو اللي شوفي وين يكون لو ستريس يفو ليفيتي، تو لي فاكتور اونكسيوجين، ستيمولاسيون. اذا هذا هو الجواب. وانا نقول لها مرحبا بك يعني ولعبت تجي الشراكه ونشوفوها ونهضروا معاها واسمو مرحبا بها. خلاص أم كما هي عرضتنا احنا ثاني. خلاص اذا جيتي الجزائر راكي معروضه في الشراكه عند بروفيسور تبتي وكذلك يعني زيارة دو كورتوازي ماشي حاجة ماشي ضروري يعني مش ضروري فحص ولا لأنها نعم هي تضفي هكذا مشاركاتها دائما في أي حصة تضفي جو مرح على بالمشاركة تاعها. نحييها ونجاوبوها بروفيسور زيتوني على التيست يعني اقترحوا لها دير ان تيست نتاع لي دو بومب. انا جو بونس كورتيكويد جو بونس لو طبيب تاعها الى اليميني ان ديسبلي دوريجين كاردياك دونك يل بونس ان بروبليم بيرمون بيلمونير على هذيك اللي طون تران دو فير ان تيست. نقولها ديرو هي ديرو باش سي سا دون معناتها سي ان بروبليم بيلمونير. قالت بصح هي ما عندهمش لي زاليرجي في العائله تاعهم واكدتها هاو الطبيب تاعها باسكو هاو شافها وعالجها ويعرف. حنا رانا من البعيد ما نقدروش نشخصوها نشخصها نقدر نشخصها ندوموندي لها بيلون بيتيت اللي يقدر يقول لي دوريجين كارديك ولا انتي بروفين بي باغ اكزومبل نورمالمون يل فو دوموندي ان بيلون كي بيرمي دو لي بين الفرق ما بين الضيق النفس من لي بومون ولا ضيق النفس من القلب. كاين بيلون ديرو بيلون سانغان يبروي دونك جو بونس اي لوري دو لوي دوموندي سا. نعم وما لا مي سا ريست لا مالاد لازم نشوفوها. وي بيان سور اون بو با فار بار تيليفون. اذا بالهاتف ما نقدروش نجاوبوا ام هاجر لكن يعني عموما هذا هي ان شاء الله يكون وصل جواب بروفيسور زيتوني. إذا مشاهدينا الأفاضل نمروا إلى الفقرة الموالية في الحصة اليوم. استطلاع في موضوع ارتفاع الضغط الشرياني قامت به الزميلة سعاد علمي، شاهدوا معنا. طلع لي حتى ل 19 10 كاع بلا طونسيون. واحد مات وحنا قاعنا بلا طونسيون. وراثي وراثي ورثناها على بابانا. ايه عندي لا طونسيون. لا ما عندناش في لا فامي. لا ما عندناش. جاتني هكذاك جاتني لا طونسيون ومن بعد كي جاتني لا طونسيون جاني السكر. كي جاني السكر بعد جاني بداوني ضربات القلب ودوك راني نداوي على قلبي. ايه عندي لا طونسيون. او هاد اليامات راهي مليحه راني نشرب في الدواء تاعي وكذا ونحضر روحي على كل حال واش راني ناكل. دونك راهي ستابل. السبه تاع كوم تو لي زالجيريان الضغط تاع المعيشه الضغط تاع القلق تاع الناس في الزنقه. ايه عندي لا طونسيون راني اكثر من 30 سنه قريب 40 سنه بلا طونسيون. بصح غير جيت انا بابا الله يرحمه كان بلا طونسيون. وراتي هو مات 48 سنه على ليبوك. لا لا قلبي ما به والو ما قلبي ما به حتى شيء يعني عطاتني ان تريتمون باسكو قالت لي كيما قالت لي الطبيبه الكارديولوج قالت لي عندك قلبك تاع ان فيو. منها جاني مرض القلب. جافي دي واش عطي غيتمي يمشي ويحبس يمشي ويحبس وزاد كيما رايحه ونزيد رايحه ونزيد وليت نطيح والله غير نطيح. يا اخي كي واحد الكارديولوج قال لي لازمك ديري بيله تاع قلبك. انا عندي شهر ملي درتها الحمد لله. عندي لا طونسيون.
عندي واحد بوبري واحد 8 عام حتى مسينا هكا متقلق من الزعاب من انا من مشاكل كانيت المشاكل ما يديروا دور كبير كانيت الكورونا قاصتني غير رحت ديت البي سي ار هذاك خرجني بوزيتيف رحت للطبيب ديالك جبت تريتمون الله يشافي اللي مازالوا ان شاء الله يا رب العالمين ويبعد علينا هذا الوباء ان شاء الله. إذن شكرا لزميلة سعاد علمي على هذا الاستطلاع، وكذلك شكرا لإخواننا اللي شاركونا بآرائهم وأدلوا بشهادتهم. يعني لاحظنا أنه فيه من يقول أنه ظهر عندها ارتفاع الضغط الشرياني وبعد اكتشفت السكري. يعني ما رأيك بروفيسور زيتوني؟ ظهر نقدروا نصيبوه لا تونسون من بعد يجي الديابيت، ولا جينيرالمون سي الديابيت كي دون في معظم الاحيان قد معظم تكون معظم الاحيان قد يكون سكري خفي خفي ولا اكتشفنا ارتفاع الضغط الانسان يروح يدير التعيار تاع خطات ما يديرش ميم با التعيار تاع الدم تاعو لي كونترول ما يروحش ميم با لي فيزيت هكذا نورمالمون اون فوا تو لي سي موا يروح يشوف الطبيب تاعو واش عنده يدير ان بيلون دو كونترول. احنا عندنا ما عندناش مازال ما دخلتناش الثقافه هذيك تاع غير لا مرض ولا الا كومبليكي باش يروح يشوف طبيب. عندنا ثقافه لو رينوفالمون دوردونونس رينوفالمون دوردونونس يعني تجديد الوصفه عند اقرب طبيب في العياده المتعدده مش هو اللي يجي متعدده الخدمات. حقيقه بروفيسور تبتي هذه نقطه مشكل حقيقي، يعني انه ابن مريضه هو شاب والمريضه كبيره شويه في السن يروح هو عند طبيبه عامه وجد ديري لي تجديد الوصفه فيها ثلاثه ادويه، الطبيبه تقول له ما نقدرش حتى نشوف المريضه وندير لها معاينه وفحص. يعني احنا الطبيب يحوس يخدم خدمته وندير لها تحاليل، ممكن نديروا نتكلموا على تحاليل بروفيسور مخلوف لوغوتونتيسمون تاثير ارتفاع الضغط الشرياني على الكلى على وظيفه الكلى على الشبكيه على الشرايين الرجليه. نعم فاذا به صاحب الوصفه يعني اللي يصر ما درتلوش الطبيبه عن نفع وصل للضرب. يعني هذا مشكل صحة عقلية بروفيسور تبتي. بروبليم دو سونتي مونتال باسكو ما هي أناش يعني المجتمع تاعنا لازم نهيئوه لهادشي، لأنه لازم أنا من الناس اللي نقول باللي ليدوكاسيون سيفيك التربية المدنية تبدا من الابتدائي. واش معناتها؟ تبدا من البيت بروفيسور من البيت تبتي. يعني راح طبعا من الأم والأب. اليوم الأطفال كي تشوفوا وليدك نشوفوا نقولوها الولد تاعك يشرب الكوكا ويشرب الغازو زيزيب وانت تزيد له ما. يعني شوفي قلت يعني في المائده ديجا ما كاش فيه حمايه، كي يدخل المسيد ما كاش يعني ربما كاين ولكن لا فاسون اللي يقولوها ليدوكاسيون سيفيك. واش معناتها الطبيب؟ واش معناتها السكريه؟ واش معناتها لازم تكون ليدوكاسيون سيفيك، لانه والله المدرسه هي يعني حتكون اجيال. صح احنا ربما ما تكوناش يعني سوفيزامون بارابور سا، والمجتمع تاعنا شفنا وجاز يعني مراحل حقيقه وين خلاص ما لي تروماتيزم. شفنا الاخ اللي عيطنا مقبله الى سوبي ان تروماتيزم يعني ربما اثر باسكو لي تروماتيزم راهم ياثروا يبقى وفيه اثر يعني سلبيه على الصحه الجسديه الصحه الوسمو. لذا اليوم الصحه العقليه انا نطلب تكون اعاده النظر، تكون يعني تكون فيها اهميه وفيها يعني تكون سونسيبيليزاسيون. حنا لي بسيكاتر نقولها ونقولها كل مرات ما نداويوش المهابل، نقولها بهذه العباره لان ولاو يخافوا يقول لك انا بسيكاتر لا انا ماشي مهبول. الطبيب البسيكاتر ولا البيدوبسيكاتر ولا البسيكولوج راح يداوي كل امراض اللي تؤدي الى الصحه العقليه، منها النوم، القلق، لي بيرسوناليتي، لي تروماتيزم. هو بين قوسين بروفيسور تبتي حتى كلمة المهبول لما تستعمل خاطئة، لأنه في الحقيقة مريض انفصام الشخصية في الحقيقة هو إنسان ممكن جد رهيف الحس اللي دفع به الحال. يعني لما يستقبل مظالم ويستقبل تعنيفات ممكن اللي خلاته يوصل إلى واحد مهبول هو سيلا سكيزوفريني. نعم. وهذا المرض تاع سكيزوفرينيا ربما
ماشي اليوم، لكن لكن لما اثرت نقطه بالفعل راه يبدا يعني في 13 14 سنه. نعم يعني ديجا لو كان علاش الاهميه تمد لو اننا نهتم بالشاب المراهقين توعنا اليوم للاسف. نعم. ما عندناش ما مؤسسه تتكفل بالمراهقين. كي نقولوا مراهق كاين كثير من الامراض يعني في ميديسين انترن ولا في لي بيلون اي تو، كي تعالج واحد في عمره 13 14 15 تلقى عنده وراثه نقدروا نديروا دي بيلون دي كاريوتيب ممكن سهل علاجه بيان سور راح نسهل الامور. سكيزوفرينيا يعني التشخيص تاعو 14 15 كاين اعراض تكون يعني فيها اطباء مختصين ويشوفوا سكيزوفرينيا وقتاش تبان كي يروح يجوز لو سيرفيس ناسيونال. يجوز سيرفيس ناسيونال يقول لك تخطف ومن بعد البروبليم تاعنا سي كولتوريل، يقول لك تخطف ضربوا جن ضربوا هذا ضربوا هذا، وباش يجي الطبيب يجوز على طالب يضربوه يديه الوسمو تاع يحرقوه الحجامه وهذه خلاص هو طاب كي نهار يجيبوه الطبيب ديجا راه مخد. يعني شوف هذه سيت اون كولتور، اطلب منكم يعني تحلوا مجال في هذا الموضوع لانه هام جدا. ان شاء الله. شكرا لك بروفيسور تبتي. مضاعفات ارتفاع الضغط الشرياني، يعني شفنا الروبورتاج ناس ماهيش عارفه بانه القلب ينضر من ارتفاع الضغط الشرياني. بروفيسور زيتوني، شوفي كل حاجه فيها شرايين تنضر. وي بارتي سون بارتو. دونك ارتفاع الضغط الشرايين ياثر على شرايين الدماغ، يعطي جلطه دماغيه ويقدر يعطي لي زافيسي موراجيك، يقدر هذاك الفيسو سيكلات دو فات دو لابريسون سا سخا لي زافيسي موراجيك. ياثر على القلب شرايين القلب ومام على لو ميسكل كاردياك دونك على عضله ياثر على لي غان على لي فيسو تاع لي غان ولو بارونشيم دونك اون بو اريفي ميم على انسفيسونس رينال تيرمينال خلاص سي لو ستاد دو لا دياليز اي تو. كوم ياثر على شرايين تاع الرجلين سا دون انسداد شرايين ساقين وهذيك وين توصل حتى لا غونغرين ولامبيتاسيون والاخر. دونك ياثر ثاني على العينين شرايين تاع العينين شبكيه ياخذ حتى يولي الانسان يبيغ لا فيو si 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 s'il fait pas des contrôles réguliers et si sa tension artérielle n'a pas été c'est-à-dire s'il ne fait pas de contrôles réguliers donc il n'est jamais équilibré. Donc il y aura toujours de l'hypertension artérielle et il y aura toujours des complications. صحيح. Mort subite j'ai oublié parce que même جلطة قلبية أو دماغية ممكن. نعم شكرا لك بروفيسور زيتوني. بروفيسور مخلوف، مريض ارتفاع الضغط الشرياني كما ذكرنا مشكل عنده عدة عوامل خطورة، عدة ممكن رعاية لازم تكون صارمة، رقابة من ناحية التحاليل، كيفاش ممكن نخلص من ناحية الغذاء؟ إذا تكلم البروفيسور عن النوم على الحركية الرياضة، وش قلنا بروفيسور مخلوف على الغذاء؟ على ماذا يركز؟ طبعا يعني هو كل وش الخاصة الأستاذ هذه هنا كله متكامل هذاك متكامل وإذا نعم. يعني قصرنا في جانب يكون يعني ما تأثير يكون على الجانب الآخر حتى الدواء إذا ماشي واحد ياخذ فقط الدواء معناه راه يداوي في الضغط تاعو. احنا تكلمنا من قبل قلنا بلي الدواء تاع الضغط ارتفاع الضغط نفسه ومعالجة لفاكتور دو ريسك تاع عوامل الخطر اللي معظمها كما يقولون معظمها تداوى. احد يعني الركيزه الثلاثه اللي ذكرناهم من الدواء يعني الرياضه او النشاط البدني والثالث هو الاغذيه. الاغذيه كان هناك نظام يسموه اذا اختصرنا الكلمه يسموه داش يعني اللي يعني هو يسموه دايتري approaches to stop her partition يعني هذا بالانجليزي واش معناتها؟ معناتها هذه انظمه يعني نظام غذائي لايقاف ارتفاع ضغط الدم. ايقاف ضغط الدم يعني هذا مهم جدا وهي عوامل بسيطه جدا ولكن لازم لها الانسان يكون يعني ملتزم بها. اول شيء كما ذكر الملح. نعم. معروف جدا بان كي يزيد الملح
يعني الملح، لماذا ارتفاع الملح في الدم يعطي الكسم؟ لان الملح يمتص الماء، يخلي الرئه باش الماء اللي تطرحه عن طريق بول يعني يخليه يبقى في سبعه يعني اثمان تقريبا معظم الماء اللي كيتروح، لان تروح الشرايين تروح باش تصفي، لان الكلى مصفات. نعم. ف يعني عوض انها تدر هي تدر الماء جزء وتاخذ من جزء، فهذاك الجزء المضر هذاك يكون اقل في المزيد، ويرجع الماء، تزيد تكثر لافوليمي، يعني تزيد تكثر الدم، فالكميه تاع الدم الضغط. الكميه تاع الدم اللي جسم الانسان اللي تكون موجوده يعني في اللي هي معينه تصبح يعني 10 ولا 20% زايده على الكميه اللي بقدر ما يزيد الملح يزيد فقط الماء. يعني بالاشاره يعني هذا السيستم تاع داش فقط تنقص الملح. نعم. لي ريكومونداسيون تاع يعني تاع التوصيه تاع منظمه الصحه العالميه، يعني اللي تقول اقل خمسه، وفي الاخير قالوا ثلاثه ملي جرام تاع الصوديوم، ثلاثه جرامات في اليوم. ديجا هنايا راك يعني ربحتي نقطه كبيره، يعني انك لانهم كانوا في 6 جرامات. المشكل هنا الملح. نعم. يعني كاين كما قال لك الاستاذ تاتي، يعني راهو في الاكل يعني في الطنجره وراهو فوق الطبله. والاخطر من ذلك بانه الان المجتمع نتاعنا بدات لاسباب يعني سوسيولوجيه، ويعني كان طفره في المجتمع، رانا نشوف بزاف، يعني نروح الان تشوفي اللي ترجع 10 سنين ولا 20 سنه من بعد، تشوفي مثلا في المتاجر ولا في السوبرات ولا كيما هكذا، تسيب كل شيء مجدد. هي الاشياء المصنعه كلها فيها الملح زائد. لماذا؟ علاش يزيدوا الملح زائد في الجسم؟ عاملين، الاول انه انسان الملح كديري في الحاجه يحافظ عليها ما يخليش تفسد، والناس اللي صنعوا هذو ماذا بهم ما يفسدش كما. ثانيا هو يزيد في الذوق، يغوص لو غو، فيديروه في بارتو. فاذا كنت ديري الملح انت في الدار وديري في الاكل ومن بعد تزيدي في الخبز وديري من بعد تشري في اشياء، فهذه النسبه لازم تراقب، هذا اهم. ثانيا شافوا الناس اللي مثلا عندهم الضغط، دراسات انهم ما ياكلوش بزاف الفواكه وما ياكلوش يعني الخضار، فهذا شيء جدا يعني مهم جدا ان تكون نسبه معينه تاع ديك 5 ليغومي فروي، خمس فواكه، يعني خمس فواكه وخمس خضار يوميا، هذه مشروطه دائما. ثالثا الدهنيات هو التوازن في النظام الغذائي، فنعرف بان كاين هناك كربوهيدرات، يعني كما يسموها الجلوسيد، ما نحبش نسمي السكريات، لان اذا كي نقول السكريات الناس يحسبوا بلي السكريات يعني فقط الشيء الحلوه تاع الذوق، لا السكريات يعني العجائن كما كذا، هي ضروريه نسبه كما كذا، لازم النسبه الكبيره تاع 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 اللي جايه في الكسم في الوجبه الغذائيه هي معظمها من النشويات. نعم. تقريبا 45-50%، ثم كاين الدهنيات حوالي 30 حتى 35%، الناس اللي عندهم الضغط لازم ينقصوا الدهنيات، ولكن هذاك التنقيص تاع الدهنيات فيه يعني شيء مهم جدا، ان هي نوعيه الدهنيات، تعرفي بلي مثلا الدهنيات يعني كيسموها كاين هي المشبعه وغير المشبعه، فالانسان لازم وش عليه ياكل دهنيات اللي تكون غير مشبعه، اما الدهنيات المشبعه لازم ينقص منها، وعلاش ينقص الدهنيات المشبعه؟ ينقص منها وما ينحيهاش بتاتا. ما ينحيهاش بتاتا، فقط الـ 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 هي ثلث، يعني هذيك 30% تاع الوجبه الغذائيه اللي ياكلها، ياكل ثلث تاع مشبعه وثلثين غير مشبعه. نعم. ولماذا؟ لان الدهنيات المشبعه عندها خاصيه انها ضد الاكسده، وعندها يعني تكون صلبه، ما كاينش هذوك الدوبليزون فيها كيما كذا، وهذه كما نعرفوا بلي جميع خلايا جسم الانسان اللي عددها 100,000 مليار خلية عندما الإنسان يكون كال، سي إنورم، حاجة كبيرة جدا كيما كذا، كل هذه الخلايا في الجدار الخلوي في لا مومبران سيلولير تحتاج تحتاج إلى هذه الدهنيات. فأنت على حسب النسبة اللي تديها، إذا ديتي هذه الدهنيات المشبعة راح تكون جزء مكون لهذه الخلايا وتكون صلبة، خلايا المناعة اللي النوم مؤثر جدا فيها، هذيك خلايا المناعة اللي نورمالمون كيكون يعني يكون هناك مشكل في يعني هجوم على جسم الانسان من طرف مثلا بكتيريا او فيروسات، هذيك الخلايا تخرج عن طريق الجدار تاع الشرايين صغيرة، اذا كانت ديك الشرايين مغلوقه، واذا كانت هي حتى هي الجدار نتاعها اللي يستحق هذيك الدهنيات الغير مشبعه اصبحت مشبعه، هي بروحها ما تقدرش يعني تتقلص باش تخرج. فهنا يعني مهم جدا، هذه النسبه مهمه جدا، فانسان ياكل. وفي هذه المشبعه كاين خطر اخر اللي هو اسمه سكون ابير لي زاسيد غرا ترونس. نعم. الترونس موجود في كل شيء المصنع،
كل ما هو مصنع موجود فيه ترونس. واش معناتها ترونس؟ معناتها ترونس لان انت تعرف بلي مثلا الزيوت مثلا خاصة أكثر زيت إنتاج عالمي اللي 80% من الزيوت هو الويل دو بالم، هو زيت النخيل. زيت النخيل، هذا زيت النخيل لأنه متوفر والثمن تاعو يعني جدا بسيط جدا، يستعملوه كل يعني في الصناعات الغذائية. نعم. ومن بعد كيفاش باش يبيعوا؟ تعرف بأن عند خاصية تاع الزيوت بأنها واش دير باش يحافظوا عليها؟ لازم يعاودوا يحولوها باش تكون جامده، لان الزيوت كان فيها اكسده، كان ما تقدرش تكونسيرفيها بزاف. فلما يخدموا منها هذا المارغارين ويخدموا منها الاشياء هذه كذا، الدهن هذاك اللي كان غير مشبع واصبح مشبع لما اصبح صلب، ما يصبحش سليم، يصبح ترونس. فلان وهذيك الترونس مهم، هي اللي تعطي يعني تصلب الشرايين. يعني فعندما الانسان يقرا الان يعني القانون يعني يبقى كم سائل ترونس يتجنبها، لازم الترونس لازم يكون اقل من 2-3% في الوجبه الدهنيه. فبالاضافه يعني هذا يعني الغذاء المتوازن بالاضافه الى البروتينات، هناك طبعا يعني مهم جدا ان الحركه، الانسان يكون ربي سبحانه خلقنا باش نتحركوا، وتكون دائما هناك حركه، رياضه اذا كانت امكن احسن. نعم. واذا ما كانتش يعني رياضه على الاقل مره تخدم الشغل في الحديقه، عندما الانسان يتحرك، عندما يمشي، عندما يطلع الدروج بدون ما يستعمل البصعد. نعم. كل هذه وسائل تنقص هذه العوامل. شكرا. ما تكلمتلكش على البينو على كل حال. طبعا هذه التحاليل المراقبه الطبيه لابد ان تكون مراقبة صارمة ودورية من طرف الطبيب المختص والمعالج. إذن لضيق الوقت أساتذتي، والله نعم الفوندي في المراقبة الطبية كذا بروفيسور زيتوني، بروفيسور زيتوني زادت لنا الفوندي طبعا هو موجود. نعم، في كلمة ختامية في نصف دقيقة بروفيسور زيتوني. جنسيت سورتو سو لا بريفونسون، الوقاية خير من العلاج. لازم الانسان وقاية ضد السمنة. نعم. ضد لي جون هادو لا كوكايين. نعم. لا لوميير بلو جل اون اولي تابليت يبات الليل طول هو في تابليت مع لو مومون تاع لو كوفيد. نعم. اي لي مالاد اي بوج با لا لوميير بلو يصير مؤهل لارتفاع الضغط الشرياني. نعم بروفيسور تبتي، واش نقول؟ اغلى حاجه عند الانسان هي الصحه. نعم. ولا استحفظت عليها راح تستحفظ عليك، ما استحفظتش عليها تروح لك، وكذلك التربيه الصحيه. نعم. لازم يعني تكون فيه ميديكاسيون ثيرابوتيك في كل مجالات. وشكرا. إذن شكرا لك بروفيسور تبتي. في كلمه ختاميه بروفيسور. طبعا انا نعاود نقول ان احد العلم هو الحميه كما يقولوا. كلمه ختاميه في الموضوع يعني مباشره. يعني المعده هي بيت الداء، وهذا نعم. مشكل، والحميه هي راس الدواء. يعني ونذكر بالقول تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا فلا نشبع. وهنا لا ناهيه مش لا نافيه، مش لا نشبع ولا نشبع. يعني هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان اشمل في موضوع لما قال إن كان ولا بد فلقيمات يقمن صلبه، ثلث لهوائه وثلث لنفسه وثلث لشرابه. يعني هذا الحديث هو الحديث الشامل، وكان عنوان على لائحة في مستشفى في ألمانيا، في مستشفى ألماني جعلوه على يعني في باب المستشفى، يعني ثلث للهواء، ثلث يعني لغذاء، ثلث للغذاء وثلث للماء وثلث للهواء. يعني اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حقيقة الموضوع جد مهم، وله يعني أسباب ارتفاع الضغط الشرياني إن شاء الله نكون تطرقنا لها كاملا، السمنة، عدم الحركة، التدخين، يعني الغذاء الغير متوازن، الكثير من العوامل. أكيد فيه عوامل وراثية والعوامل النفسية والعقلية أكيد لها دور، فكل هذه العوامل التي ممكن الإنسان أنه يتصدى لها بالوقاية. الوقاية خير من العلاج. يبقى دائما الحرص على الفحص والمراقبة المستمرة بالتحاليل، بالتواصل مع الطبيب المعالج رغم الظروف، رغم الكوفيد، لكن فيه أشكال للتواصل. الإنسان لابد أن يكون حريص على التواصل مع طبيبه والتحري حول إن كان الدواء، كيف للمريض أن يقيس ضغطه في بيته،
هذا ما رأيناه مع أساتذتنا، يعني كان موضوع إن شاء الله كان مفيد للجميع. شكرا لكم مشاهدينا الأفاضل، شكرا لكم أساتذتي الأفاضل، ولكم خاصة مشاهدينا الأفاضل، وشكرا للفرقة التقنية. نضرب لكم موعد الأسبوع المقبل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.